الزهور والأسماك، الطيور والوحوش. يمكن رؤية أعمال الفسيفساء مثل هذه موجودة بكل مكان في مأدبة، مثلاً في مطاعم على جانبي الطرق. يمكن للوحة فسيفساء جدارية أن تجعل الزبائن يشعرون بسحر هذه البلدة الأردنية. 马达巴的马赛克艺术有着悠久的历史，像我脚边的这幅马赛克地板画呢，就有着1500多年的历史，有着极佳的考古价值，也是马达巴乃至整个约旦最有价值的历史文物之一。本期的中东那些事儿，就和大家一起聊聊马达巴和这座小镇上的马赛克艺术。 تقع مأدبة على بعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة الأردنية عمان، ولها تاريخ يمتد لأكثر من 3000 عام. ومع تدفق الثقافات الدينية المتنوعة إلى مأدبة عبر السنوات، بدأ المقيمون في استخدام الأحجار مختلفة الألوان لإبداع لوحات الفسيفساء التي تتخذ من الأحداث والشخصيات الدينية موضوعات لها، كما توفر التضاريس المحلية التي تهيمن عليها الجبال والوديان تدفقاً ثابتاً من المواد الخام لهذا الفن. فكانت مهمة كتير أنه يأخذوا من الطبيعة الحجر الأحمر، الحجر الأسود، الحجر الأصفر، وكان الأصفر يميز به الأماكن المقدسة أو الأماكن الهولي اللي هي البابليكال بليس. تغير فن الفسيفساء في مأدبة عبر العصور، لم تقتصر مواضيع الرسومات على المواضيع الدينية فحسب، بل أصبحت الأنماط المتفرقة والطيور والوحوش الموضوعات الشائعة أيضاً. بدأ فن الفسيفساء بالتطور إلى فن زخرفي، حيث يمكن رؤية آثاره في العديد من المباني العامة وحتى في المنازل الخاصة. وهناك قول في مأدبة: إذا كنت تعيش في منزل عمره قرن من الزمان، فمن المحتمل جداً أن توجد فيه أرضية فسيفساء مدفونة. انتشرت شهرة فن الفسيفساء على نطاق واسع، وأدى ذلك إلى ظهور العديد من ورش العمل المحلية. بعد نقل الأحجار الخشنة ذات الألوان المختلفة إلى الورش، يتم تقطيعها إلى شرائح حجرية بأحجام مختلفة، ثم يقوم الحرفيون بقص الشرائط حسب الأنماط المصممة إلى قطع صغيرة بحجم 3 إلى 7 مليمترات، وهو الحجم المناسب للفسيفساء. أهم شيء لازم نحافظ عليه أنه قص الحجر بطريقة صح. إذا ركبنا الحجر بطريقة غلط أو قصينا الحجر بطريقة غلط، طبعاً رح يفصل، يعني رح يفرق، يعني يفك الشغل كله. تعد تقنية اللصق مهمة بنفس القدر، يجب وضع الغراء بالتساوي على القطع، الأمر الذي قد يؤثر على جمال الأنماط. تستغرق هذه المهارة وقتاً طويلاً من الممارسة لإتقانها، ويطلق على أفضل الحرفيين هنا اسم الأيادي الأولى، وغالباً ما يكون لديهم تراث عائلي يتواصل لمئات السنين. بشتغل في سيفساء مخذينا عن التراث عن أبانا وجدودنا، وإحنا صغار كنا نشوف الأبانا يشتغلوها وأخذناها وراثة منهم، وإحنا صغار كنا حابين نعمل الصناعة هاي، وصار عمري 17 سنة أخذتها مهنة إلي لمستقبل. لقد جذب التاريخ العريق والثقافة التقليدية التي يمثلها فن الفسيفساء في مأدبة عدداً كبيراً من السياح، لكن هذا ليس سوى قمة جبل الجديد لصناعة الفسيفساء. تزيد قيمة الأحجار العادية بشكل كبير بعد تصنيعها، وتقدم الكثير من المحلات خدمة تخصيص لوحات الفسيفساء بناءً على طلب العملاء. إضافة إلى ذلك، حظي الأثاث المزخرف بالفسيفساء بشعبية كبيرة بين عشاق فن الفسيفساء في السنوات الأخيرة. يمكن أن يصل سعر مجموعة من الطاولات والكراسي الفسيفسائية إلى أكثر من مئات الآلاف من اليوانات. ومن أجل حل مشكلة كون الأثاث ضخماً وغير مريح للحمل، تم تجهيز العديد من متاجر الحرف اليدوية بخدمات التوصيل إلى المنازل. أصبح فن الفسيفساء اليوم بطاقة فريدة لمأدبة. إذا أتيحت لكم الفرصة لزيارة هذه البلدة، حاولوا التمتع باللوحات الفسيفسائية القديمة في المتحف، ثم احتسوا فنجاناً من القهوة العربية الأصيلة في المقهى المزين بالفسيفساء لتجربة سحر مدينة الفسيفساء بشكل ممتع.